نحن الآن في جولة أخرى في مخيم الهول لاستطلاع الوضع الأمني داخل أخطر مخيمات العالم. صراحة الوضع الأمني كما اتضح لنا سيء جدا. البارحة تم استهداف إحدى الفرق الصحفية التي كانت تقوم بالتصوير هنا داخل المخيم. لذلك أبلغتنا قوى الأمن الداخلي بأنه يمنع التجول داخل المخيم ولو لمسافة قصيرة حفاظا على سلامتنا. بواسطة إحدى عربات قوى الأمن الداخلي المصفحة فقط يمكننا التجول هنا داخل المخيم. هذه هي الطريقة الوحيدة الآمنة لننقل لكم الصورة كما هي هنا في مخيم الهول.